إخلاص، مساعدة وطاعة. كن مستعدا. تحت هذا الشعار تأسس كشاف فرقة القديس كيرلس. لم يبقى شعارا مرفوع، بل كان واقع معاش للكشاف بكل نشاط عم يقوم فيه خلال العام. ميسان، يمكن دائما للكشاف له وجود بجميع المناسبات، وجوده واضح بين الناس بكافة المناسبات بمشاركته. لحتى نتعرف أكثر على كشاف القديس كيرلس ونشاطاته، خلونا نرحب بالأستاذ، بدنا نقول أهلا وسهلا بالأستاذ يوسف درويش، مؤسس كشاف كنيسة القديس كيرلس. أهلا وسهلا فيكم، ميلاد مجيد. أهلا فيكم، ميلاد مجيد لكم للجميع. يسعد صباحك وميلاد مجيد. سيد يوسف، دائما وقت الناس بيحكوا عن الكشاف بترتبط بأذهانهم الكثير من النشاطات، يمكن هي ما بتختصر فقط على العزف مثل ما الناس يمكن للوهلة الأولى بتفكر. لكم أعمال كثير، خلينا نتعرف على عمل الكشاف. بصراحة هذا الحديث مزبوط، لأنه نحن بنعاني منه، أنه الفكر والعالم الكشاف هي بس موسيقى وعزف بالطرقات أو بالمناسبات. هي الموسيقى أساسية بالكشاف طبعا، لأن الموسيقى هي بتنمي مواهب الشباب، بتنمي مواهب الكشاف اللي بيحبوا عندهم ميول موسيقي، بالإضافة هي بتضيف الفرح للعالم، للناس بالطرقات أو للناس بالكنيسة أو بأي مكان بيتواجد فيه الموسيقى. هي شيء حلو، شيء جميل، بس نحن بالمقابل من الجهة الثانية كمان عندنا الكشفية، هي شيء أساسي بالتربية، هي تتابع تربية البيت، تربية المدرسة. كمان الكشاف التابع بتتمم هي التربية بعدة طرق، مثل ما هي تأسست من أيام زمان. أيام بابن باول بيحكي جملة كتير بسيطة، هي إنه الشباب الكشاف هن مهندسين بالحياة، فاللي بيفوت على الكشاف بيبدأ يهندس حياته من خلال قوانين محطوطة للكشاف، من خلال تجارب محطوطة للكشاف، من خلال حياة لازم يعيشها مرتكزة على ثلاث نقط. هي بعلاقات، أول علاقة هي بدنا نقول فيها إنه مع ربنا، مع الله. ثاني شيء مع المجتمع. ثالث شيء مع الذات. فالكشفي مطلوب منه بعلاقته مع ربنا يعيش شعاره الدينية، يعيش إيمانه، يعيش روحانيته بما تحتوي هي الروحانية للعلاقات مع الآخرين. الشيء الثاني اللي هو العلاقة مع المجتمع، اللي بتتضمن شيء كتير أساسي هو الانتماء. الانتماء الأول هو الانتماء للوطن. فانتمائنا بالكشاف، انتمائنا للوطن بيتطلب منا كثير امور لحتى نعيش مجتمعنا. انا لحكي على كيرلس وعلى سوريا بالذات، على دمشق. نعم. انه كيف نحن بكشافنا بالذات كان عندنا كثير امور عشناها بفتره الازمه، وبعدين وتحملنا كثير قصص، بس اكيد طلعنا منها بشغل بشيء حلو، وعشنا هي التجربه اللي هي بوطننا بسوريا بمجتمعنا. كان عندنا كثير نشاطات السنه والسنه الماضيه. كان عندنا حمله دفاي دفاك، اللي هي اهتمينا ب 42 عيله كانوا محتاجين كثير ملابس. ملابس هي اسمها دفاي دفاك، من منحه انه ما بدنا حدا بردان. ابونا كان عم بيحكي على الجوعان، نحن بنحكي على البردان. تكاتف يعني هون تماما. تكافل. كانت هي علاقة بين كثير عيال قدموا لنا ملابس، وفي عيال قدموا لنا فلوس، نحن اشترينا الملابس، ونحن عملنا إحصائية لعيال محتاجة هذا الشيء، لأولاد وزعناهم. نعم. السنة عاملين كمان حجارة بتدفي وشجرة بتطعميك، فكمان من خلال المعرض اللي كنا قايمين فيه قبل فترة الميلاد، قبل عيد الميلاد، كمان اجانا كثير تقديمات. عملنا جرد للناس المحتاجه. شو الفكره من عنوانه؟ المغاره اللي هي بتحوي كثير، حوت الفقير اللي هو يسوع المسيح، حوت كل العالم. نحن بنقول هي مغاره فتحت قلوبها للكل، والفقره بالذات هي كان لهم هن شيء مميز. والشجره بالطعميك، يعني نحن بسوريا مميزين بالشجره اللي عندنا، انه هي شجره بتعطي الخير، بتعطي الخير. فمن هذا المبدا مجموعه من الكشاف كمان اشتغلوا عليها بالذات، وكمان حاولنا نوصل لعدد كبير من العيال المحتاجه لهذا الشيء، ان كان طعام او كان لباس.
وزعنا لهم اليوم. نعم شيف يوسف، يمكن هذا العمل الشبابي البحث يمكن يلي هو بيقدم للشباب كمان مثل ما هن بيقدموا للناس شيء حلو وحب وسلام وخير، كمان بينرد لهم هذا الشيء وبيعيشوا حاله من الفرحه. خلينا نرجع يمكن لمشاركاتكم. امبارح كان عندكم مثل احتفال بعيد الميلاد، ليله عيد الميلاد. خلينا نحكي شو تضمن الاحتفال وقديش لعيد الميلاد له مكانه بقلب اعضاء الكشاف كلهم. بصراحه هو الكشاف كونه رحله حياه، فنحن هي ثاني سنه بنحتفل بعد ما سوريا طلعت من الازمه، فنحن مبسوطين. وعملنا امبارح الكرنفال اللي سميناه كرنفال الفرح. نعم. يلي هو انطلقنا من اولادنا بالفرقه كيف نعطيهم الفرح بعيد الميلاد، وطلعنا بمنطقه القصة لوصلنا للزينه المتواجده لحتى نرجي فعلا انه نحن طلعنا من ازمه معينه، رجعنا للحياه المشتركه بين كل اطياف الشعب السوري. واذا لاحظتوا بالطريق يعني كان كل الناس عم ترحب فينا، كل الناس مبسوطين بالشيء اللي عم نعمله. وعجقة العالم اشتقنا يمكن هي المنطقه بالذات يلي قدمت عدد كثير كبير من الشهداء. تمام. وكان تلقت عدد كبير من القذائف ايضا يمكن بحاجه لهذا الفرح وللانغام الموسيقيه يلي كانت متواجده. خلينا نحكي عن الموسيقى يلي كانت عم تنعزف ضمن جولتكم. الموسيقى هي شيء بخص الميلاد، شيء بخص المعزوفات الكشفيه، بس مثل ما قلتي حضرتك نحن فعلا حال نطلع من حاله معينه نحن عشناها ككشاف كيرلس بال 2015 تعرض لقذيفه من خلال احتفالاته. في عندنا شاهدين من الفرقه كمان عندنا. بس السنه الماضيه والسنه حاولنا السنه بالذات عملنا اللبس المميز، لبس شيء بدل على بابا نويل، اي شيء بيبث الفرح بمنطقتنا لحتى العالم ترجع هاي الفرحه اللي نحن شوي فقدنا لها خلال 10 سنين. فرجعنا نلبس هاي بالموسيقى، باللباس بابا نويل، بالطواقي بابا نويل، باللباس الخاص بالصغار بالكبار، كل مجموعه لها لباسها الخاص كان. يعني وهذا الشيء اللي عم يجذب الناس من كل المناطق، يعني مو بس من القصة، عم نشوف انه كل العالم تتوجه على هاي المنطقه، بتعرف انه اليوم عيد الميلاد يعني كلياتنا بدنا نروح نفرح سوا. خلينا نحكي شوي سيد يوسف، 28 سنه صار لكم بكشاف كنيسه القديس كيرلس، خبرنا شوي عن احتفاليتكم بهي المناسبة. نحن السنة 28 سنة طبقناها من بداية تأسيس الكشاف بالكنيسة، فكان كل سنة عم نتميز بشيء جديد بالشباب، بأعمال الريادة، بالتحضيرات، بتجديد الوعد يلي كل سنة بنرجع بنجدده لحتى الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا معنا يحسوا بوعدهم بالتزامهم نحو الله، نحو الآخر، نحو الوطن، ويعيشوا قانون الكشاف. يعني ما يميز الكشاف هو شيء عالمي منتشر بكل العالم، أكيد له بكل منطقته له خصوصياته. فنحن عندنا بسوريا في خصوصيات معينة، وبكنيسة كيرلس كان عندنا خصوصيات اللي هي الاهتمام بالتنمية، بتنمية ذات كل شخص كشفي بعلاقته بالكنيسة، بكنيسة كيرلس، التزامه بالكنيسة، التزامه الروحي، والتزامه بالمجتمع المحيط بالكنيسة بالذات يعني. فكان عندنا احتفال وكرنفال كان بسيط بباحة الكنيسة، وبعدين في عندنا القداس، الصلاة اللي هي بيقوموا المرشد تبعنا، وبعدين نجدد عهدنا، بعدين نعمل فقرات مسرحيه للاهالي. بتعرفي الاهالي بحبوا يشوفوا اولادهم عم يمثلوا وعم بيقدموا شيء بينترون يعني تماما، يعني شو ما يقدم الولد هو شيء مفرح بصراحه. سيف يوسف كل هالحكي خلينا نروح نشوفه سوا نحن والمشاهدين بالماده التاليه. Yeah.
الإنسان من بعد ما شفنا أجواء الاحتفالية إن شاء الله العمر كله يا رب سوا. خلينا نحكي يمكن بداخل كل حدا من أعضاء الفرقة في انتماء في محبة، وإجت الصدفة يعني أو لا أنتم عيدكم هو مترافق مع ميلاد سيد المسيح. اليوم بدنا نحكي نحنا كيف كعائلة وحدة مننقل هالفرقة، كيف لما نحن منزعل منكون كلنا عيلة وحدة وإيد وحدة لحتى 28 سنة يزيدوا ويصيروا آلاف السنين إن شاء الله. إن شاء الله أكيد نتمنى هذا الشيء، وهذا اللي إحنا السبب إنه نحن انطلاقنا دائما من الذات. كل شخص عم نحاول ينمي ذاته، فوقت ينمي ذاته بمحبة ويحب شخصيته فهو يبدع بالإنتاج. فنحن نبدأ تربيتنا على هذا الأساس إنه نحن نحب حالنا لنقدر نعطي. فالعطاء كثير مهم عنا. في عنا شعار لأحد القديسين بيقول العطاء أجمل من الأخذ، فبنبني علاقتنا مع الآخرين بهذا الموال، نعطي لحتى نحس بفرح العطاء. مشان هيك الكشاف وقت يحتفل بهمنا نحن العالم الثانية تنبسط أكثر ما نحن ننبسط. وقت منشوف بسطنا ونشوف العالم مبسوطين وفرحانين فنحن منحس بهذا الفرح. يعني اليوم أنتوا كيف بالكشاف تقدروا تزرعوا القيم الكشفية اللي موجودة داخل الكشاف، كيف تقدروا تنقلوها للعالم لحتى كمان يكون في كتير ناس عم تنضم لكم لحتى تكون موجودة معكم من خلال هي القيم؟ هي مثل ما قلت أنا، هي رحلة. الكشاف هو عنده رحلة مثل رحلة حج بعيشها خلال حياة عمره. حتى نحن بكشاف للأسف مميزين، نحن عنا قد ما يكبر الشاب فبيضل في عنا مجموعة بيضل منتمي لإلها بيضل يساعد. من خلال نشاطاتنا اللي هي بتتجسد دائما بالصيف في عنا مخيم بيكون خارج دمشق، بيكون في علاقة كتير قوية مع الأهالي، علاقات تانية مع باقي الكشافات، نسق مع بعضنا. هاي الشغلة كتير مهمة. السنة بالذات كان في تنسيق كتير بين كل الكنائس، الكشافات بالكنائس لحتى قدرنا نعمل شيء للكل، شافوا الكل، الأهالي انضموا لنا. بالإضافة إلى نشاطاتنا بالكنيسة اللي هي بتعطي الناس بيستنوها وبتعطي إنه الكشاف شو عم يساوي، الكشاف شو عم يساوي، فبنعطي مثل دعاية لنا. والأهم هن الشباب اللي عندنا، الشباب اللي بنمو نمو معين بيكون لهم انتماء معين للكنيسة، انتماء معين للوطن، انتماء معين للمجتمع، فهن بيعطوا مثل دعاية للعالم التانيين لرفقاتهم. وهلا بتعرفي السوشيال ميديا كمان دعست بالطريق، صار في عندنا مواقع، صار في عندنا نشاطاتنا عم تنتقل على السوشيال ميديا، كل العالم تقدر تشوفها عن طريق الفيسبوك. تماما، اي كل العالم صارت تقدر تتعرف على كشاف كيرلوس او باقي الكشافات يعني من خلال السوشيال ميديا الجديده. هي ما كانت من 28 سنه، اخر فتره صارت يعتمد عليها يعني. نعم، شايف كان في عندكم هاشتاج السنة يلي هو الكشاف ينمو. الكشاف ينمو. تمام. ليش اخترنا هذا الهاشتاج ولشو بيوحي يعني؟ هو اختير للكل، للشافية المسؤولية عن الأولاد وللأولاد، إنه نحن كيف لازم ننمو بذاتنا لقدر نعطي. يعني نحن كثير مهم إن نحن ننمي الذات لحتى نقدر نعطي غيرنا، يعني إذا أنا فاقد الشيء لا يعطيه. فكان إنه الكشاف ينمو من صغر، من الشباب الصغار وحتى الكبار اللي بفوتوا متأخرين على الكشاف أو شيء، ينمي من ذاته لحتى يقدر يعطي الآخرين. وتنمي بالمحبة، بتنمي بالعلاقة مع الكنيسة، بتنمي بالعلاقة مع المجتمع، بتنمي بالعلاقة مع الآخرين، فهي نمو بكل مجالات الحياة الموجودة عنا. يعني حتى نحن بنحكي إنه لازم بعيلته يكون في عنده نمو معين مع أهله، علاقاته مع أخواته، علاقاته مع أبوه وأمه، بالمدرسة علاقته ببيئة المدرسة مع الأساتذة مع كذا، لحتى نقدر نصل لشباب وصبايا فعلا مكتملين نمو معطائين كمان يعني تماماً. يكون تماماً عندهم العطاء يمكن هو من أساس حياتهم. أكيد. اليوم بالميلاد شو رسالة حضرتك أو شو الأمنية اللي بتتمناها فعلا؟ كتير مهم انه السنه بالذات يعني كنا نحن نقول ثاني سنه فعلا عم نعيش الميلاد بعد الازمه مع الحمد مع اولادنا. الحمد لله طبعا اكيد اكيد هذا بهمه الجيش العربي السوري، بهمه قوات الامن يلي هن فعلا دايرين بالهم. نحن لهم فضل علينا بكذا مناسبه حاونا. فرساله السنه مثل ما شايفين انه نحن نرجع نتقبل بعض. انا احد الاصدقاء كان من فرنسا هو كشفي، فكان يقول لي دائما انا حابب زور سوريا بس لشوف انه انتم كيف تعيشين مع بعض، يعني كيف علاقاتكم كلكم مع بعض.
فالسنة فعلا هي الزينة الزايدة شوي بالقصاع بمنطقة العباسين أو حتى بساحة المويين، أنه رح تعيد هي اللحمة بين الشعب السوري اللي إجت فترة حول الإرهابي بعدنا عن بعض. فلا السنة بنلاقي كل أطياف الشعب العربي السوري دمشقيين بالذات مبسوطين بالميلاد، عم يتصور حد الشجرة، بتصوروا مع بعض، بتصور هي ميزة بسوريا صحيح. بس وحيدة أنه فعلا رجعنا لهذا شيء رغم كل شيء حاول الإرهاب يزرعه، يوزع المناطق ويوزع أطياف الشعب، في روح حلوة وحدة بيناتنا تماما. لا هي السنة بالذات بتصور انه هذيك السنة كان في شوية هيك حزازيات، السنة حاسة لا بالعكس كثير رجعت مع بعض، ونحن عم نشجع بصراحة شبابنا وصبايانا انه نحن نفتح قلوبنا للكل ونتقبل البعض كلنا سوا. في ناس ممكن ينزعجوا، بالعكس نحن عم ندعي لهذا الشيء من مبادئنا بالكشاف انه نحن نتقبل الكل ونرجع نعيش المحبة ونعيش نعيشنا كسوريين يعني. لانه كل حدا بحاجه للثاني خاصه بفتره الاعمار، ونحن اكيد بنكمل بعض. نتمنى لكم ميلاد مجيد لحضرتك شيف يوسف ولكل اعضاء الكشاف، بدنا نقول لكم ان شاء الله ميلاد مجيد ومزيد من العطاء، وانتم قد وقدود. شكرا كثير لكم. بس انا حابب كمان هيك نعايدكم ونعايد بصراحه الجيش العربي السوري، ونعايد قائدنا الدكتور بشار يلي هو فعلا حمانا ورفع لنا راسنا. وبتذكر كلمة المؤرخ أندريه يلي بيقول إنه لكل إنسان مثقف أمتين، يعني أمته وسوريا. فنحن فعلا رجعت سوريا مثل ما كانت، وإن شاء الله بهمة الجيش وقائدها رح تكون أحسن من الأول بكثير. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك سيد يوسف.